وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل يسأل يقول: رجل طلق زوجته منذ 7 أعوام، طلقها طلقتين وأراد أن يراجع زوجته، فهل يجوز له أن يراجعها أم لابد من أن يعقد عليها مرة أخرى؟ لابد من العقد مرة أخرى لأنها قد بانت منه. وعدة المرأة المطلقة إذا كانت من أهل الحيض 3 حيض، وإذا كانت لا تحيض ف3 شهور، وإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها. وعلى ذلك فهذه المرأة المطلقة منذ 7 سنوات ولم تراجع في فترة العدة، فإن أراد أن يراجعها فعليه الآن أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود وإيجاب وقبول، ويبقى له طلقة واحدة. قال ربنا تبارك وتعالى موضحا لنا عز وجل هذه الأمور، قال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فوضح ربنا عز وجل في هذه الآية عدة المطلقة التي لا تحيض ويأست من المحيض فيكون 3 أشهر بالتقويم القمري، وإذا كانت حاملا فأجلها أن تضع حملها. وربنا تبارك وتعالى وضح هذه في سورة الطلاق، الآيات التي مرت بنا. وضح ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة فقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الآية قيل القر هو الطهر أو قيل هو الحيض على الوجهين، فمنهم من قال الحيض ومنهم من قال الطهر، والله أعلم. والأقرب أنه 3 حيض، وتكون بذلك قد بانت من زوجها، ويجوز لها أن ينكحها غيره أو أن أراد أن يراجعها في طلقة رجعية أي الأولى أو الثانية، فلا بأس أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود لأنها قد بانت منهم. وعلى ذلك فيصبح هذا الأمر كما تقدم آنفا، فعليه أن يراجعها بمهر جديد وعقد وإيجاب وقبول وشاهد عدل، والله الموفق.